لم يعد هذا المشهد يستهوي الكثيرين في مدينة الحديدة الساحلية التي ظلت على مدى عقود وجهة للسائحين والزوار. عام منذ سيطرة الميليشيا عليها تسبب في تعطيل القطاع السياحي وإصابة واحد من أهم موارد المحافظة بالشلل. هنا على هذا الساحل باتت حركة السياحة غائبة وهادئة، كما هو حال هذه الأمواج، وحتى قوارب التنزه والخيول واستراحات الزائرين كلها أصبحت خاوية إلا من بعض المارة، خصوصا بعد انفجار لغم أرضي بسيارة إحدى العائلات الزائرة في ساحل منطقة النخيلة، والتي زرع فيها الحوثيون كما هائلا من الألغام. تبدو السياحة في الحديدة الأكثر تضررا من غيرها بعد أن شهدت خلال السنوات الماضية إقبالا كبيرا من قبل الزوار من داخل البلاد وخارجها، وحتى الأماكن الأثرية كالمساجد التاريخية وغيرها صارت خالية من الزائرين. في تفاصيل المدينة تبقى بعض المظاهر حاضرة وما تزال تحاول المحافظة عليها، كهذا الرجل الذي اعتاد على ترتيب الرياحين والمشاقر لتزيين وجه الأسواق التي تكابد هي الأخرى غياب الزائرين. ولو للحفاظ على ما تبقى من معالمها البسيطة كرسالة كانت تمتاز بها مدينة الفل والكاذي.